السفاح، سفاح التجمع، سفاح التجمع اللي كل الناس كانت بتحاول تعرف كل تفاصيل هذه القضية اللي انفردت بها تلغراف مصر في بدايتها وحتى هذه اللحظة. انفردت بالصور الأولى للسفاح، انفردت بفيديو القبض على السفاح، انفردت بكل ما يخص معلومات السفاح، والآن ننفرد أيضا بخبر جديد وهو بيان النيابة العامة. قررت النيابة العامة منذ قليل حبس السفاح على ذمة القضية، وأكدت في البيان الرسمي ليها في كل تفاصيل هذه القضية اللي بتقام الآن في مدينة بورسعيد كل ما يحدث عن هذه القضية اللي تأكد فيها حسب البيان أن ضحاياهم 3 فتيات حتى هذه اللحظة، وأنها طلبت من عدد كبير من مديريات أمن منهم الإسماعيلية والإسكندرية والسويس والقاهرة وأيضا الجيزة التحري عما إذا كان هذا السفاح متورط في قضايا قتل أخرى. قالت كمان النيابة العامة في بيان الرسمي فيها أنه السفاح كان يتعاطى المخدرات وكان يتردد على عدد كبير من الملاهي الليلية ويقوم باستقطاب الضحايا إلى شقته ويقوم معهم بممارسة الرذيلة ثم يقوم بتخدرهم بعقاقير مخدرة ثم يقوم بفعلته وهي تقطيعهن أو قتلهن بآلات حادة، ويقوم أيضا بتصوير هذه العمليات القتل بالموبايل. الجديد في هذا الموضوع كمان اللي انفردت فيها تليجراف مصر زي ما حضراتكم شايفين في قسم الحوادث عندنا من الأستاذ من الزملاء محمد العبسي وطه، لا محمد عبساوي زي ما صحح لي زميل العزيز محمد الصاوي، اللي بيأكد لنا انه في هذا الأخبار انه تم فيها لحظات القبض على المتهم اللي انفردت فيها تليجراف مصر زي ما حضراتكم شايفين دي اللحظات الأولى، وكمان كان هتلاقوا فيه على موقع تليجراف مصر فيديو من السيد رئيس التحقيق الاستاذ سامي عبد الراضي بيوضح تفاصيل هذه الحادثه الكبرى وبيأكد فيها كل ما حدث من ملابسات كما خرج من بيان النيابه العامه اللي زي قلت لحضراتكم اكدت في بيانها الرسمي انه التحفظ على المتهم والتاكد ومراسله ومخاطبه وزاره الداخليه وعدد من مديريات الامن للتاكد من عدم وجود ضحايا، واكدت كمان النيابه العامه انه الضحايا هم 3 ضحايا حتى هذه اللحظه متوسط اعمارهم ما بين 20 سنه و 35 سنه. زي ما قلت لحضراتكم كمان الكارثه اللي كانت موجوده وانفردت بيها ايضا تليجراف مصر وهي قصه زوجته اللي كان تورطت في قضيه زنا على حسب وصف المتهم، ودي ربما اللي تكون اثرت فيه بشكل كبير جدا وبدات يخليه على طريق الاجرام وطريق القتل. خليني اقول لحضراتكم انه هذا المتهم السفاح كمان اللي هتشوفوا صوره بعد قليل هو تيك توكر شهير جدا وبيظهر مع عدد كبير من المستعرضين من التيك توك او من العارضين في التيك توك وايضا عدد من الفتيات اللي بيحبوا يتصوروا معاه، وبيقوم كمان بعمل مدرس انجليش لانه خريج احدى الجامعات الخاصه وايضا يحمل الجنسيه الامريكيه، لكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الجنسيه هنا لن تفيده لانه الواقعه كلها على ارض مصريه وعلى تفاصيل كلها في الاراضي المصريه. دي صوره التفاح السفاح اللي انفردنا بيه، وفي صور اخرى دي الصور اثناء سيره بالعربيه، وخليني اقول لحضراتكم ان السياره اللي عدت دي هي السياره اللي تم استخدامها في الحادث، وهنا لحظات القبض عليه ولحظات التحفظ عليه، وخليني اقول لحضراتكم انه كمان محاوله الهروب، الهروب اللي كانت انفردت برضه ايضا بيها تليجراف مصر، لانه بالفعل اثناء معاينه النيابه ومعاينه التصوير استطاع السفاح الهروب بسيارته، لكن هو هروب مؤقت لان الهروب لم يقصر على 7 ساعات او 8 ساعات على اقصى تقدير، وتم القبض عليه وملاحقه وتتبع كاميرات المراقبه اللي في كل شوارع مصر لتبين وجوده واين هرب. طب هرب ازاي عشان ما حدش يقول ان كان فيه مثلا تلاهي او تناسي او تغافل فيها لحظات التصوير والمعاينه من النيابه؟ على العكس تماما، كان عدد كبير من الضباط ووكلاء النيابه في هذه المعاينه، ولكن الضابط كان حاطط مفتاح العربيه في جيبه والسفاح ركب العربيه على اساس انه يقول هيمشي ازاي بخط السير منين لفين تحت بيته بالظبط، لكن السفاح دور العربيه لان العربيه بالتشغيل الحديث وهي عن طريق البصمه وبالتالي لا تحتاج لدخول المفتاح، فقط ان يكون المفتاح بالقرب من السياره او بداخل السياره وبالتالي يتم تشغيل السياره. فر هاربا في هذه اللحظه وحاولت قوات الامن ان تلقي القبض عليه لكنه استطاع الهرب بشكل مؤقت،
لمدة لم تزيد عن 8 ساعات وتم إلقاء القبض عليه. زي ما قلت لحضراتكم إن دي اللحظات الأولى لعمليات القبض عليه الأساسية وترحيله إلى المكان المحتجز فيه. والنيابة العامة بشرت التحقيقات وتأكدت من عدد كبير مما انفردت به تلجراف مصر وهو تعاطيه المخدرات، إنه توك توكر مشهور، إنه يحمل جنسية أجنبية، وإنه مدرس بلغة إنجليزية، وإنه أيضا كمان له علاقات كثرة بالسيدات، وإنه مطلق وكان متزوج من سيدة كانت معه أو جاب أو أنجب منها طفل في عمر ال 11 سنة أو 10 سنوات تقريبا. وأيضا للأسف كان في هناك حادث بينه وبين زوجته وهو التلبس في قضية زنا، وربما يكون هذه هي الأزمة اللي خلته تحول هذا التحول الكبير. خليني أقول كمان لحضراتكم إنه السفاح يرتدي يعني زي بشكل كبير جدا أو بمبالغ طائلة، وأيضا لديه عربية فارهة، وأيضا لديه مبالغ مالية كبرى في البنوك، ويحمل زي ما قلت لحضراتكم جنسية أخرى. النيابة قررت التحفظ وقررت أيضا التأكد من عدم وجود ضحايا، وأيضا الطب الشرعي اللي كان أمرت به النيابة العامة التأكد من أنه كل العقاقير المخدرة في الثلاث ضحايا حتى هذه اللحظة هل مرتبطين بنفس النوع المخدر اللي بيتم استخدامه في هذه القضية من قبل السفاح؟ وبالفعل تأكدت أنه السفاح هو العامل المشترك، وقامت بالتحافظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمحور 30 يونيو اللي كان بيحاول منه يهرب ويضع فيه جثث هؤلاء الضحايا في الطرق المتغيرة. زي ما قلت لحضراتكم هنا الانفراد الخاص بنا اللي كل وسائل الإعلام تناقلته عبر تلجراف مصر، وأيضا في تفاصيل كتيرة متواصلين فيها وهيكون معانا إن شاء الله نص التحقيقات. إذن النيابة العامة تأمر بالتحفظ على المتهم وتؤكد حتى هذه اللحظة ثلاث ضحايا كلهن قتلوا بنفس الطريقة مما بسبب إما مخدر أو بسبب استخدام آلة حادة. متواصلين مع حضراتكم في تليجراف مصر عشان نتابع مع حضراتكم تفاصيل سفاح التجمع. شكرا لحضراتكم.